يا أستاذ هذا ملفي في بو حقي الأوراق، في بو حقي هذا، شوف السي في هذا، في بو عن الشهادة اللي أخذتها، حق المعاهد اللي درست به. طالما تتكلم إنجليزي وتكتبي هذا أهم، وبالنسبة للشهادة الجامعية إذا موجودة يكون ممتاز. ملا يا أستاذ، أنا لو معي شهادة جامعية ما راح أشتغل لي بحق التخصص، ما باقيش هنا. الشهادة الجامعية مجرد تشريكليات فقط بس. طيب يا أستاذ، على كذا أنا أبشرك ما تخرجتش من الجامعة بسبب دكتور يهمه الشكليات. بحكم أنت بنت السيدة وهبية، أكيد بيكون عندي قدر كافي من المسؤولية. كافي؟ أنا دراعي الأيمن يا أستاذ، مالك؟ أسألك، تعرفي السكرتيرة مرام؟ أيوة القزيلة، مالك؟ زواجها بعد شهر وبتروح على إسبانيا. أوه، إسبانيا؟ ما شاء الله. بخليها تعطيك قبل ما تمشي بكم يوم كافة المعلومات والمواعيد. والله يا أستاذ، أول ما تكلمتك أنت حسبك بتقول لي بتعطيك كافة. ما تضحكش. طيب يا أستاذ، دحين يعني خلاص أنا توظفت؟ أعتبري نفسك توظفتي، بس أهم حاجة تكتبي وتتكلمي إنجليزي، مش تفضحينا. يا أستاذ، أنا ما أتكلمش وأكتب إنجليزي بس، أنا أحلم بالإنجليزي. الناس تقوم من الحلم تدور كتاب ابن سيرين مشان تترجم أحلامه، أنا أصحي من النوم أدور ديكشنري مشان أترجم أحلامي. ما تضحكش. يعني يا أستاذ، الوظيفة قرحت ولا معك؟ معك الوظيفة. تسلمك. متى بستلم الشغل؟ بعد يومين. خلي ملفي عندك، خلي ده عندك.